شكرا سيد الرئيس. نرحب بحضور سعادة السيد إقلي حسني وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا هذا الصباح، ونهنئه على تولي منصبه، كما نهنئ بلدكم الصديق على رئاسة المجلس، ونشكركم على المبادرة بعقد هذا الاجتماع لتسليط الضوء على موضوع إنهام. كما أتوجه بالتقدير لكل من السيدة سندي ميكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، والسيد جارد كوين رئيس الشؤون العالمية بجولدمان ساكس، والسيد مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لماستر كارد على إحاطتهم الوافية صباح اليوم. وأغتنم هذه الفرصة لأشيد بالمبادرات البناءة التي تقوم بها هذه المؤسسات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها نماذج هامة للخير، والذي يمكن لمثل هذه الشراكات أن تنتج لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في كل مكان. إن التحديات المتنوعة والمتفاقمة وغير المسبوقة التي تواجه العالم، سواء تلك الناجمة من النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية كتغير المناخ والزلازل والفيضانات وجائحة فيروس كورونا، تفرز أزمات إنسانية كارثية الأبعاد في مختلف أنحاء العالم. وقد استمعنا اليوم إلى بعض ملامح القدر الهائل من الاحتياجات الإنسانية التي ينبغي علينا كمجتمع دولي الاستجابة لها. وعلى صعيد التزام دولة قطر بدورها كعضو مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي، فإنها تعد في طليعة الدول التي تسارع إلى تقديم الاستجابة الإنسانية للمتأثرين بالكوارث والأزمات الإنسانية، وكذلك المساعدة التنموية بغية ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية والدول الأقل نموا والمتأثرة بالأزمات والخارجة منها. وهذا الأسبوع كانت بلادي من أوائل الدول التي أرسلت جوا المئات من الأطنان من المساعدة الإنسانية الطارئة إلى الأشقاء في ليبيا المتأثرين بالفيضان، وقبلها بأيام إلى الأشقاء في المغرب المتأثرين بالزلزال، ويضاف إلى ذلك ما تم هذا العام من إرسال شحنات إغاثية إلى الأشقاء في السودان، وكذلك ما قدمته دولة قطر دعما للأشقاء في سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر. وخلال العامين الماضيين بذلت دولة قطر جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، بما في ذلك المسارعة إلى إنشاء جسور جوية لنقل عشرات الآلاف من الأشخاص الأفغان والرعاية الأجانب عبر الدوحة، وتأمين استضافتهم، وكذلك توفير فرص تعليم خاصة للفتيات الأفغانيات، والعمل على إعادة تأهيل المطار في كابل لتسهيل تحرك الأشخاص والمساعدات الإنسانية. في مواجهة التحديات العالمية المتعددة، فإن مسؤوليتنا المشتركة كأمم متحدة ودول أعضاء هي أن نستكشف ونستفيد من كل السبل المتاحة لسد الفجوة في مستوى الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعاليتها. وفي هذا الصدد لا يمكن التقليل من القدرات التحويلية الكامنة التي يمكن للقطاع الخاص بصفته من أصحاب المصلحة الأساسيين أن يقوم بها، سواء في تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة أو المساعدة التنموية، وفي النهوض بالمجتمعات التي تواجه كوارث وأزمات وتحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية. فالقطاع الخاص هو قبل كل شيء جزء من المجتمع يتأثر بما يحدث له، وبالمقابل يمكنه أن يؤثر بشكل فاعل في المجتمع، ويمكن أن يساهم في تعزيز الشمولية والإشراك والمرونة. ومن خلال جهودها الإغاثية والتنموية تدرك دولة قطر الفائدة المضافة التي يمكن القطاع الخاص تقديمها في مختلف المجالات، ولعل من أهمها المجال الإنساني والتنموي. ولذلك فقد أولت اهتمام للشراكات مع هذا القطاع على المستوى الوطني في عدة مجالات، نذكر منها التعاون في مشاريع تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي التخفيف من أزمة المناخ. وعلى المستوى الدولي شجعت دولة قطر في العديد من الحملات الإغاثية، مثل حملة الفاخورة لصالح قطاع غزة، مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم المساهمة المالية. ولكننا ندرك في الوقت نفسه أن المؤسسات التجارية لديها الكثير لتقدمه إضافة للأموال. فعلى سبيل المثال تعد الخبرات الفنية واللوجستية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية والاتصالات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من المجالات التي تتفوق فيها شركات القطاع الخاص. ولا شك أن الأمم المتحدة دور محوري في الشراكات بما فيها مع القطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار. وإدراكا من دولة قطر لذلك، فقد كان دعم وحدة الابتكار بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية جزء من اتفاق المساهمة الذي وقعه الطرفان في هذا العام.
ويأتي هذا في سياق لشراكة موسعة تجلت بشكل خاص منذ إعلان دولة قطر عن دعمها السخي المتعدد السنوات وغير المخصص بإجمالي نصف مليون دولار أمريكي للموارد الأساسية لهيئات 500 مليون دولار أمريكي للموارد الأساسية لهيئات ووكالات الأمم المتحدة والتي تساهم في جهود الأمم المتحدة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص. وختاما السيد الرئيس، فإننا نلمس استعدادا وحماسا من القطاع الخاص يتجسد على سبيل المثال فيما استمعنا إليه اليوم من السيد كوين والسيد ميباخ للانخراط البناء مع الدول والمؤسسات الدولية من أجل نصرة المستضعفين وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. ونتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع حافزا لتفعيل نماذج عملية من الشراكات المفيدة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وأن دولة قطر على استعداد لمواصلة الانخراط الإيجابي مع الشركاء بما فيهم القطاع الخاص من أجل الوفاء بالتزاماتنا الإنسانية. وشكرا لكم السيد الرئيس.